أوصت النيابة العامة في البرازيل بإغلاق التحقيق في قضية اتهام النجم البرازيلي نيمار بالاغتصاب، وذلك على ضوء شح الأدلة التي تورطه. هذا من المقرر أن يصدر قاضي المحكمة القرار النهائي في المسألة بعد توافق الرؤية بين الادعاء العام وقرار الشرطة بتبرئة النجم البرازيلي الذي أنكر ما نسب إليه باعتبار أن علاقته مع عارضة الأزياء صاحبة الشكوى كانت بموافقتها.